السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلبة وطلبات الصف الثاني بمجمع التعليم التكنولوجي بالفيوم، معكم بروف محمود حسن مدرس اللغة العربية بالمجمع، وإن شاء الله النهاردة هنشرح درس من دروس فرع البلاغة وهو بعنوان الجناس. ولكن قبل ما نشرح الدرس لازم نفهم تقسيم مظاهر الجمال، واللي بتنقسم إلى فرعين: فرع يسمى بمواطن الجمال وهو التشبيه والاستعارة والكناية. يعني لو جاء سؤال في الامتحان بيقول استخرج موطن جمال، هندور على طول عندنا في الفقرة بتاعتنا أو جملة عندنا هندور على حاجة من التلاتة دول: تشبيه أو استعارة أو كناية. والشق التاني من مظاهر الجمال عندنا اسمه المحسنات البديعية، ومن ضمنها الطباق والسجع والجناس. برضو يعني لو جالنا سؤال في الامتحان استخرج محسن بديعي، هندور على طول عندنا في الفقرة او في الابيات عندنا هندور على طباق او سجع او جناس. ده كده تقسيمة مظاهر الجمال: مواطن جمال، محسنات بديعية. مواطن جمال اللي احنا خدناه في المنهج عندنا ثلاثة: تشبيه او استعارة او كناية. محسنات البديعية اللي عندنا في المنهج ثلاثة برضو، هما الطباق والسجع والجناس. ودلوقتي هنشرح درس الجناس وناخد مع بعض الأمثلة بتاعتنا. أول مثال بيقول: قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ده كده أول مثال. تاني مثال: قالت حميدة بنت زياد المؤدب أباحت دمع أسراري بوادي، لعل الحسن آثار بوادي. ده كده المثال الثاني. مثال رقم ثلاثة: قال إبراهيم طوقان لنا خصمان ذو حول وطول وآخر ذو احتيال واقتناص. عندنا المثال الرابع بيقول: قال الله تعالى والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. المثال الخامس بيقول: جاء في الخبر ألا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. دي كده الأمثلة اللي عندنا. نفهم إيه هو الجناس؟ نشوف الشرح بتاعنا الأول. لو أخذنا أول مثال وهو بيقول: قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. لو شفنا الآية هنلاقي إن في كلمة الساعة وكلمة الساعة، كلمة ساعة. هنا الاتنين نفس الحروف بالظبط، السين والألف والعين والتاء المربوطة، هي نفس الحروف بالظبط، لكن تختلف في المعنى. فكلمة الساعة الأولى بمعنى يوم القيامة اللي هو إيه؟ الآخرة. وكلمة الساعة الثانية بمعنى إيه؟ الساعة الزمنية اللي هي الساعة العادية. يبقى يوم تقوم الساعة، الساعة دي معناها يوم القيامة. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، الساعة دي اللي هي الساعة الزمنية بتاعتنا العادية. المثال التاني بيقول إيه؟ أباحت دمع أسراري بوادي، له الحسن آثار بوادي. لو هنشوف كلمة بوادي وبوادي، الأولى بمعنى مكان أم منخفض اللي هو الوادي اللي بيكون بين جبلين. أما الكلمة الثانية اللي هي بوادي اللي هي له الحسن آثار بوادي، معناها الشيء الظاهر، معنى كده أن الحسن بتاعه أو الجمال بتاعه ظاهر. والكلمتين هنا متشابهة في الحروف والعدد، سواء كلمتين اللي هي الساعة والساعة أو بوادي وبوادي، نفس الحروف ونفس العدد، ولكن بس اختلافهم فين؟ في المعنى. اختلافهم فين؟ في المعنى. المثال التالت بيقول إيه؟ لنا خصمان ذو حول وطول وآخر ذو احتيال واقتناص. هنلاقي في كلمتين شبه بعض لكن في حرف واحد مختلف اللي هي إيه؟ حول وطول. هنا حرف الحاء في أول الكلمة وهنا حرف الطاء في أول الكلمة، دول حرفين مختلفين لكن باقي الحروف شبه بعض. في المثال اللي بعده بيقول إيه؟ بيقول: قال الله تعالى والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. لو جينا شفنا كلمة الساق وكلمة المساق، هي نفس الحروف بالظبط لكن مختلفة فين؟ في حرف واحد بس، حرف واحد ايه بس اللي هو حرف ايه؟ حرف الميم. يبقى عندنا المثال الثالث حرف مختلف اللي هو الحاء والطاء في حول وطول،
وعندنا المثال اللي بعده مش حرف بقى مختلف، لا حرف الزياده. هنا كلمه الساق زودنا عليها حرف الميم بقت ايه؟ المساق. يبقى كده ايه؟ في حرف زياده. المثال اللي بعده بيقول ايه؟ اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. لو جينا شفنا كلمتين اللي هما عوراتنا وروعاتنا، عوراتنا هي نفس الحروف بالظبط بتاع روعاتنا، العين الواو الراء الالف التاء النون الالف. لو جينا الكلمه الثانيه راء واو عين الف تاء نون الف، نفس الحروف بالظبط، بس الاختلاف في ايه؟ الاختلاف في ترتيب الحروف. ترتيب ايه؟ الحروف. ده برضو بينهم جناس. يبقى كده لو عايزين كده نعرف القاعده بتاعتنا، ايه هو الجناس؟ الجناس لو شفنا كلمه الساعه والساعه نفس الحروف بالظبط، لكن اختلافهم فين؟ في المعنى. يبقى ده جناس. يبقى الجناس عندي هو توافق الكلمه في الحروف واختلافها في المعنى، بالظبط زي كلمه بوادي وبوادي نفس الكلام. طب كلمه حول وطول، لا هنا الكلام اختلف. هنا ايه؟ هنا حول حرف الحاء وهنا حرف الطاء. يبقى برضو الجناس ممكن يكون كلمتين ولكن بدلنا حرف، يختلفوا في حرف واحد. طب كلمه الساق والمساق في حرف زياده، فيبقى كده الجناس ممكن يكون كلمتين شبه بعض بزياده حرف. تمام. طب كلمه عوراتنا وروعاتنا هي نفس الحروف واختلافها في الترتيب، يبقى الجناس برضو ممكن يكون نفس الحروف لكن اختلافها فين؟ في الترتيب. يبقى القاعده عندنا بتقول ايه؟ الجناس هو ان يتشابه اللفظان في النطق ويختلفان في المعنى. تمام كده؟ نفس النطق لكن معنى ايه؟ مختلف. طب ليه كام نوع؟ ليه نوعين. ايه هو؟ اول حاجه الجناس التام زي في الساعه وبوادي، هو ما اتفق فيه اللفظان في نوع الاحرف وحركتها وترتيبها وعددها، واتفق في المعنى. اتفق فين؟ في المعنى. اللي بعده اللي هو الغير تام، هو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الامور الاربعه. ايه هما؟ سواء الاحرف او حركه الحرف او ترتيب الحرف او عدد الحرف. والجناس بيحقق جمالا في الاسلوب ويضفي نوعا من الموسيقى والانسجام على الكلام تطرب له الاذان ويفاجئ به السامع عندما ياتيه النمط مكررا، ثم يكتشف ان معنى اللفظ الثاني غير معنى اللفظ الاول. تلخيصا للكلام وسر جمال الجناس، هو يعطي جرسا موسيقيا تطرب له الاذان. ولازم شرط في الجناس الجيد ان يكون عفو الخاطر بعيدا عن التكلف، يكون غير متكلف. تمام كده. نشوف بقى كده بعض تطبيقات على الجناس. عندنا اول سؤال بيقول عين الجناس فيما يلي: ما مات من كرم الزمان فانه يحيى لدى يحيى ابن عبد الله. نشوف عندنا الجناس هنا كلمة يحيى الأولى ويحيى الثانية. يحيى الأولى فعل اللي هو حيا والثانية اسم. تاني سؤال بيقول: لم نلق غيرك إنسانا يلاذى به، فلا برحت لعين الظهر فلا برحت لعين الظهر إنسانا. عندنا كلمة إنسان الأولى وإنسان الثانية. إنسان الأولى اللي هي بني آدم، إنسان الثانية بمعنى سواد العين. المثال الثالث: فهمت كتابك يا سيدي فهمت ولا عجب أن أهيم. هنا كلمة فهمت وفهمت، الأولى جاية من الفهم، جاية من كلمة فهم، والثانية مكونة من شقين هما من الفاء والفعل هاما، هاما وفاء بمعنى ايه؟ فهمت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.